فالوطن هو أرض، هو شعب، وهو مؤسسات، ومن يجمع بين كل هذه العناصر هو الدستور. لذلك اليوم أنا بتوقع أنه نتيجة أو في هذا الإطار رح يكون في حماس كبير، وفي نفس الإطار من الطبيعي أن نكون سوية اليوم كما قلت أنت بين معترضتين، المساهمة الأولى لرئيس وعقيلته في هذا النوع من الاستحقاق. من الطبيعي أن نكون مساهمين اليوم في هذا الاستحقاق كمواطنين سوريين يدافعون عن الاستحقاق الدستوري بكل ما يمثله الدستور بالنسبة لنا، سواء كسوريين أو كسوريين. الشرعية نكتسبها دائما من إرادة السوريين، ليس من توجهات الآخرين وتصريحات الآخرين. ها هم السوريون اليوم مجسدون الإرادة الحقيقية، إرادة الشعب السوري، من خلال هذا الإقبال المنقطع النظير، سواء كان في عمليات الترشيح أو اليوم في عمليات الانتخاب. وإن شاء الله سنرصد نتائج إيجابية تحقق كل ما يرغب به السوريين وكل ما يأمرونه فيما هو قادم من الأيام. من يقولون بأن انتخابات شرعية أو غير شرعية، أنا أقول لهم بأن شعبنا وجه رسالته لهم بأنه هو صاحب القرار في تحديد مستقبله، ولا يحق لأي جهة كائنا من كان أن تقول هذا شرعي وغير شرعي أمام إرادة الشعب السوري.